اهلا بيكم في قناه ديفير صد منوعات. طبعا انا غبت عليكم غبه طويله بعد ظروفكم، كانت حاصله عندي ظروف، بس انا جاي لكم النهارده. جبت كوكتيل مصبى، هو ده المصبى، هو طبعا لسه صغير، انا جايبه عشان تاكيل يدوي، فانا هوريك الطريقه ازاي تاكله. طبعا الجلد ديت مش متوفره هنا في اسكندريه، ديت جلده مش جلده يعني اللي هي بتاعت التاكيل دي، جلده بتاعت خرطوم سمك. روح عند اي واحد بتاع عصافير استاذنه وقول له عايز حته هيديها لك يعني كده عادي، وهتروح مدخلها في ابره سرنجه يعني كده، بس كده تمام. ازاي بقى ايه هو الاكل يعني اللي انا باكله له، لان دوت لسه ما ينفعش ياكل، مش بيعرف ياكل لوحده يعني. هتجيب نص كوبايه ميه دافيه، وهتجيب برضو بتاع العصافير قول له عايز علف تاكيل يدوي تمام، وهتجيب باكس اللك بتاع اطفال يكون قمح تمام. هناخد نص معلقه من العلف بتاع التاكيل اليدوي، وهنحطها في الميه الدافيه، بس ما تكونش ميه سخنه قوي يعني، يا دوبك دافيه تمام. السلك اهو هزود شوية لأن أنا معرفتش أجيب بالظبط، ماشي كده. نقدرهم بإيه؟ نص معلقة، وهنقلب نقلب معلقة، هنفك الجلدة عشان نعرف نشفط، نديها تقليبة كده ونشفط تمام زي ما انتوا شايفين كده. دخلنا الجلده، بصوا بقى هنعمل، مش عايزين ان يبقى فيه في الابره هوا عشان دي ما تاذي العصفور، هنفضيها كده تمام. هبقت كده مليانه مليانه اكل. هنجيب عصفور الكوكتيل معانا، انا مش عارفه هو ده كان ولا انتهى بصراحه، انا لسه ان شاء الله هجيب واحد تاني حبشي اي بيقضي جامد تمام. ده اللي بيفهم يعني، في ناس بتفهم، اللي يعرف ذكر او نتاي يقول لي تمام. هتجيبه كده وهتمسك بقه، هو طبعا في، هو عشان لسه جديد فهو مش عارف ده، وترفع وشه اهم حاجه لفوق خالص كده، وتروح مديله بس تمام. التاكيل اليدوي لازم كل ساعتين، او اول ما تلاقي حزلته خلاص يعني خلاص ما فيهاش اكل تمام. ده ان شاء الله هندربوه، بس هو طبعا الافضل في التدريب الذكوره، فانا بتمنى ان هو يطلع ذكر عشان هو بيعمل اصوات احسن وممكن يقلد اصوات كتير بس. وطبعا الناس اللي سالتني على السؤال اللي انا جبته من سوق الجمعه بتاع اخر فيديو، حسب الله ونعم الوكيل يعني، في الناس اللي انا اشتريتهم منه، السقر ده كان تعبان رغم ان هو انا بصيت على ضفره وكل حاجه، بس انا مش متوقع ان هو مش قادر يطير على ما اظن، كان عنده جفاف يعني بس. فهو عالجته انا، وبشكر اخويا زياد سامح، انا كلمته وهو ساعدني ان انا عالجه، لكن هو قضاء وقدر لقيته ميت. بس انا ما رضيتش اصور لكم الكلام ده وكنت متضايق يعني، فعشان كده انا غبت عليه بس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تقترحوا لي اسم الكوكتيل الجميل ده، لسه انا ان شاء الله انتظروا يوم الجمعه هعمل لكم جوله تاني، وهجيب واحد حبشي تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.